ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ما ننساش نعمل لايك نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. وخبرنا النهارده بيتكلم عن تصرف الجزائر ومعاملتها مع بعض الافارقه اللي اشادوا بيهم على تويتر، وتعليقات رهيبه جدا 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 من الافارقه كلهم، وقد ايه قالوا ان ليهم اصحاب كتير جدا في الجزائر وفي كل ولايات الجزائر. ده للناس اللي دايما بتشوه صوره الجزائر وبتقول ان هم عندهم عنصرية كبيرة. طب شوفوا تعاملهم مع الأفارقة كان ازاي لما زاروهم في بتمنى للجزائر واهلها وشعبها كل التوفيق يا رب العالمين والسعادة ان شاء الله لينا جميعا، اللهم امين. واشوف حضراتكم على الف خير في فيديو جديد وخبر جديد، ودايما من تفوق لتفوق ومن تألق لآخر يا رب.